احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس دار المجوسي في مدينة بيت لحم، أقيمت في ذات الدار ورشة لتحضير الحلويات، شارك بها أطفال من فاعلي عمل الخير. وهذه الحلويات التي يتم تصنيعها في دار المجوس ترسل إلى مؤسسة خيرية تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. للتضحية والعطاء ولفعل الخير عنوان، ودار المجوس عنوان، ودور فعال في العطاء بلا حدود. من هذا المكان بروترا سانتا دار المجوس في بيت لحم، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لهذا الصرح المميز، أقيمت ورشة عمل للأطفال، وهي ورشة لتصنيع الحلويات المتنوعة بإشراف الشيف جين التي أشرفت على الأطفال، بالإضافة إلى المتطوعات اللواتي واكبن الورشة التي أقيمت في المطبخ المجتمعي. عمالنا بنعمل في ورشة حلويات في مؤسسة دار المجوس بروترا سانتا، وهذا الانتاج اللي عمالنا بننتجه احنا والاطفال عائد راح يروح لاطفال الهوغار اللي هي مؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة ومسؤولة عنهم رهبة. هذا اليوم الذي من خلاله تم زرع المحبة وغرس وحب التعاون والعطاء في قلوب الاطفال تجاه الاخرين، وبعد الانتهاء من تصنيع الحلويات قامت دار المجوس بزيارة مؤسسة هوغار نينو ديوس. هذه المؤسسة التي تعنى برعاية الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الراهبات المكرسات، حيث تم توزيع الحلويات التي صنعت بأيدي الأطفال وتقديم الهدايا للنزلاء وزرع الفرحة والبسمة في قلوبهم. احنا اليوم موجودين في دار المجوس، جبنا الاطفال عشان نعلمهم كيف يعملوا بسكوت وكيف يعملوا كب كيكس عشان يزينوهم ويبعتوهم للاطفال الاحتياجات الخاصه في مؤسسه الهوغار عشان ينبسطوا. احنا اللي في دار المجوس بنسوي كب كيك للناس اللي عندهم احتياجات الخاصه. سوينا في دار المجوس كب كيكس عشان خلي اولاد عندهم احتياجات خاصة نخليهم مبسوطين. احنا بنعمل كوكيز وكب كيك ونلونهم ألوان عشان نعطيهم للناس اللي عندهم احتياجات خاصة. فلدار المجوس حب لدعم المبادرات الخيرية للغير وكافة فئات المجتمع، فتزرع المحبة وفعل الخير والعطاء من خلال ورشات العمل والمساهمة في هذه الأنشطة المتنوعة لرسم ابتسامة على وجه طفل وفرحة في قلب إنسان. للنورسات مارلين الحدوة من مؤسسة دار المجوس بروترا سانتا بيت لحم.